والصليل شتوي يمزق هدوءه صوت رياح عاصفة ثلجية تضرب أكثر الولايات التركية منذ أيام قليلة. استيقظ الناس على زلزال عنيف بلغت قوته 7 درجات و7 أعشار الدرجة على مقياس ريختر العالمي لقياس الزلازل. ثوان لم تكمل الدقيقة الواحدة كانت كفيلة لتحويل مساحات واسعة في 10 ولايات تركية وعدد من المحافظات في شمال غرب سوريا إلى مناطق منكوبة. مئات القتلى وآلاف الجرحى ودمار واسع أتى على آلاف المباني السكنية على الجانبين التركي والسوري، ما يعني كارثة إنسانية واسعة التأثير. غير أن الكارثة الإنسانية لها أبعاد أخرى قد تكون سياسية، ولعل ذلك ما دفع فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي إلى التحذير من استغلال بعض الجهات للأزمة من أجل تحقيق مصالح أو أهداف ضيقة، تحذير يكشف قدرا غير قليل من حساسية الموقف، لا سيما أن الأتراك على موعد مع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد نحو 3 أشهر فقط وصفت بالمصيرية. الزلزال الذي وصف بأنه الأقوى منذ زلزال مرمرة سنة 1999 وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية طالما عجز عن القيام بها، والحديث هنا عن اللاجئين السوريين في المناطق الشمالية من سوريا، فبينما هم يعانون من انعدام مقومات الحياة الكريمة في أماكن إقامتهم في المخيمات وفي الأحياء السكنية من محافظة إدلب وأريافها، وبينما يغيب أو يضعف دور الأمم المتحدة عن تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، يأتي الزلزال ليفاقم المعاناة وليضع المجتمع الدولي أمام أزمة إنسانية تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً.